تشكل محطة الخنق بولاية الأغواط لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، تحتل المرتبة الأولى وطنيا وإفريقيا في مجال الطاقات المتجددة، مما جعلها تخطو خطوات كبيرة في تفعيل هذا التوجه الطاقوي. خالدة حاج لالية. هنا بمحطة الخنق لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، المحطة التي تحتل المرتبة الأولى وطنيا بقدرة إنتاج بلغت 60 ميجاوات، يتم تجميعها عن طريق 240 ألف لوحة شمسية و60 محولا. المحطة تمتد على مسافة 120 هكتارا وتداعم الشبكة الوطنية للكهرباء. هذه المحطة اللي فوق الغلاف المالي تاعها 1500 مليار سنتيم، حقيقة تدخل هنا معايير تقنية، هي المنطقة هي المعيار الأول هو الساعات الشمسية في السنة، ثانيا كذلك يدخل فيها المناخ، مناخ بالنسبة للتجهيزات. هذه اللي جعل يعني منطقة الأغواط من المناطق يعني المستقطبة لإنتاج مثل هذه المشاريع هذه. هذا الإنتاج هذا عاد يدخل في الشبكة الوطنية اللي تدخل في التوزيع يعني على عبر الوطن. سواعد أبناء المنطقة من خريجي الجامعة الجزائرية هي من تسهر على حسن الاستغلال والتسيير لهذه المحطة بعد أن تدعمت بتكوين متخصص ومرافقة في مجال الطاقات المتجددة. الشرف نكون من الأوائل في هذا المجال تاع الطاقات المتجددة، وكما نعرف أن الجزائر تدعم هذا المشروع، احنا الدفعه الاولى لهذا في هذا المجال، وسنكتسب الخبره للاجيال القادمه وتكون تطور. وقد قامت شركتنا بعمل تكوين للمهندسين وحتى نستقبل طلبه من الجامعات لكي يقوموا بعمل تربص في بعض الاحيان. المقومات الطبيعية من نسبة الضوء المرتفعة والمناخ المناسب بمحطة الخنق على غرار مناطق الجنوب الكبير حفزت على استغلال هذه الطاقات النظيفة لتدعيم الشبكة الوطنية للكهرباء واستحداث موارد طاقوية بديلة للمحروقات.